أعزائي مشاهدي شبكة الفارس الإعلامية، سعيدين بالتواجد في ملاعب زد فايف في المباراة النهائية، ونستضيف هذه اللحظات أعضاء رابطة هواة المنطقة الشرقية، بداية رئيس الرابطة الأستاذ ماجد زهراني، نشكر لك حضورك ودعمك لهذه البطولة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أرحب فيكم بشبكة الفارس الإعلامية وعودا حميدا إن شاء الله، وفالكم التوفيق. واما بالنسبه لحضورنا فهذا واجب من واجباتنا ان احنا نحضر وندعم البطولات الموجوده تحت اشراف الرابطه. الرابطه اعمال جميله جدا، قبل تقريبا ما يقارب اسبوع كانت بطوله الابطال في المنطقه الشرقيه، استضافه كانت جميله، يعطيكم العافيه. حدثنا عن النهائي وكيف شفت اجواء النهائي في ملاعب زد فايف. زد فايف دائما تبدع في بطولاتها. المباراة كانت جميلة للأمانة، وكانت سجال بين الفريقين لآخر يعني وقت في آخر ثانية بالأصح، يعني الهدف الأخير التعادل جاء في آخر ثانية. المباراة كانت جميلة صراحة، متعة استمتعنا فيها. شايف نشكر الفريقين على ما أدوه، ألف مبروك للبطل الفريق الأولمبي، حظ أوفر لفريق عميد الزهور، وإن شاء الله في البطولات القادمة نراهم متوجين كذلك. شكر للجنة المنظمة في زد فايف، ابتداء من الأستاذ علي البيا وفريقه المميز كامل. يعني بطولة أنت شايفها تناغم جميل، عمل جميل، وكان صراحة مستمتعين في الوضع كامل، فلهم التوفيق إن شاء الله. شكرا أستاذ ماجد، شكرا لدعمك المستمر للبطولة، بطولات الأحياء. حياك الله، وهذا أكد أن هذا واجبنا، متى ما كان البطولة ماخذ الموافقات الرسمية وماشي على النظام بيجدون جميع أعضاء الرابطة داعمين لهم في أي احتياج لهم. نؤكد بأن في بطولات لا زالت تلعب في الخفاء، النظام يمنع ذلك. أتمنى من جميع المنظمين اتباع الأساليب الصحيحة والنظامية حتى لا يرقعون في مساءلات. الموضوع جدا سهل، رابط تدخل تعبيه خلال أيام قليلة جدا، شايف تحصل على الموافقة وتقدر تقيم بطولتك بكل أريحية. فالكم التوفيق وشاكر لكم الاستضافة. يعطيك العافية. أيضا نواصل مع الأمين العام لرابطة هواة المنطقة الشرقية الأستاذ علي، أيضا داعم للبطولات الرياضية وبالذات ملاعب زد فايف. بداية نرحب بظهورك معنا في شبكة الفارس الإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نشكر استضافة شبكة الفارس الإعلامية اللي كنا محتاجينها أنها ترجع، والحمد لله هذه من الخطوات النجاح لنا كرابطة ولنا كمنظمين. يعني شبكة الفارس غنية عن التعريف، صحيح أنهم مروا في فترة يعني مش قليلة وبعدهم الملاعب، ولكن أنا متوقع ومتأكد في نفس الوقت أن الرجعة راح تكون قوية جدا جدا. بالنسبة للبطولات زد فايف، ثق تمام الثقة، مش بطولة زد فايف اللي نكون كرابطة خلفها، يعني جميع البطولات النظامية اللي قدمت على الرابط وخذت موافقاتها كلنا ندعمها باللي نقدر عليه، سواء دعم لوجستي مادي معنوي، ما نقصر معهم بأي حاجة. سباق دائما أستاذ علي، وأيضا مجموعة كبيرة من المنظمين يشكرون لك شكر خاص دعمك وتواجدك المستمر معهم في البطولات. لا شكر على واجب. المنطقة الشرقية مرت فترة على ما يقولون ركود، أو يعني الشارع الرياضي كان بصفة يعني شبه ميت للأمانة، ولكن بفضل الله مجهودات مجلس الإدارة ورئيس الرابطة ورؤساء اللجان قدرنا الحمد لله بعد الأزمة اللي صارت من كورونا ورجوع يعني الرابطة تحت الاتحاد، ساعد جدا على انعاش بصفة عامة في المنطقة كاملة. يعني نتحدث عن المحافظات كلها، يعني من الجبيل إلى القطيف إلى سيهات إلى الدمام إلى الخبر إلى بقيق، كلها الحمد لله فضل الله في خلال 4 أشهر هذه أقيمت فيها لا يقل عن بطولتين أو 3 بطولات في نفس الفترة هذه، وهذا من فضل الله ودعم أخواني وأخوياي رؤساء اللجان أو أعضاء الإدارة اللي موجودين معنا. يعطيك العافية أستاذ علي، دائما مميز في دعمك للبطولات، وأيضا بطولة جميلة في ملاعب جميلة، أيضا ملاعب زد فايف.
الله يعطيك العافية. حضور التكامل وتواصل الحلقة كاملة، ثق تمام الثقة أنه راح يقدم عمل كويس سواء أنا أو أخواني المنظمين. العمل بسيط جدا ولكن يحتاج له ترتيب، وزي ما ذكر تقريبا وكنت حاضر تقريبا لقاء الأستاذ ماجد اللي هو البطولات المخالفة. البطولات المخالفة ثق تمام الثقة أنك ما راح تقدم أي عمل مميز بحكم انك مخالف، تخاف ان احد يوقف بطولتك، تخاف ان احد يخرب فرحتك، فانت احرص انك تاخذ الشيء من بابه، تاخذ موافقاتك وحن معك في اي حاجه، ما تعرف اتصل ارسل، راح نستجيب لك في اي وقت ان شاء الله ونرد عليك، ولكن قدم عمل مميز بحضار بطوله عليها موافقه عشان تقدم للناس عمل كويس. في النهايه ان شاء الله بعد العيد عندي بطولة على ملاعب زد فايف في الفيصلية، ولكنها بالبنط الصريح غير، مش أي فريق يشارك، مش أي لاعب يدخل الملعب، مش أي معلق يدخل، مش أي حكم، راح تكون عمل جبار لدرجة نحن بإذن الله نحن راح نوصل شبه محترفين في العمل هذه. أنتوا عارفين ملاعب زد فايف في الفيصلية جبارة جدا، أرضية متكاملة، إضاءة، منصات، إتاحات بوابات للإسعاف، إتاحات للجمهور، ولكن الهدف بهذا الإعلان أن الكل يجهز نفسه. في الأخير نقلة نوعية أتمنى من إخواني رؤساء الفرق بعد العيد إعادة هيكلة الفرق، تسجيلهم في الموقع، الترتيب، يعني عانينا معاناة غير طبيعية تقريبا في مباريات اللي حضرت معنا الزعيم، وممكن أبو فيصل كان حاضر الحدث وكنا نعاني معاناة غير طبيعية. فالحين من بعد العيد لازم نعيد الهيكل لجميع الفرق، الفرق اللي راغبة أو المنظمة عندنا في الرابطة راح نفتح لها أكسس إنك أنت تقدر تزيل وتضيف، علشان البطولات ما بعد رمضان صدقني راح تكون غير غير غير، وراح نستخدم الموقع وراح نستخدم المنصة الإلكترونية في البطولات بإذن الله. الأمين العام لرابطة هواة المنطقة الشرقية الأستاذ علي، شكرا لظهورك معنا في شبكة الفارس الإعلامية. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على حضوركم، موفقين إن شاء الله. يعطيك العافية، ونستمر في اللقاءات مع الشخصية المميزة الأستاذ فهد دهل أبو فيصل، عضو رابطة هواة المنطقة الشرقية وأيضا أحد الداعمين للبطولات وبالأخص بطولة الزهور الشهيرة التي تستهدف مجموعة كبيرة من الجمهور. أبو فيصل، بداية نرحب بظهورك معنا في شبكة الفارس الإعلامية. الله يعطيكم ألف عافية ومشكورين، وألف ألف مبروك عودتكم صراحة، إضافة لأي بطولة، إضافة للمنطقة الشرقية كاملة، وأنا من الناس اللي سعيت أنكم ترجعون. الحمد لله، الحمد لله أننا رجعتم. الحمد لله. أبو فيصل، حدثنا عن أجواء النهائي اليوم في ملاعب زد فايف. ما راح أتكلم عن النهائي، أنا أتكلم عن المنشأة، منشأة زد فايف من أفضل وأحسن المنشآت في المنطقة الشرقية. نشكر الأستاذ طلال، نشكر القائمين على زد فايف، زد فايف في سيهات، زد فايف في الفيصلية، زد فايف أتوقع أن في مشروع جديد في حي الشاطي، من أفضل المنشآت. أتمنى جميع اللي عندهم ملاعب يقتدون بالمنشأة هذه، متكاملة، دورات مياه، أمور كاملة، نحتاجها جميع فعلا. الله يوفقهم إن شاء الله أن الكل يقتدي بالمنشأة هذه. وبالنسبة للنهائي زي ما شفت أنت، استمتعنا نهائي لآخر ثانية، جاء التعادل واستمتعنا فيه، راحت لضربات الحظ، وألف مبروك للأولمبي وهارد لك لعميد الزهور. بطولة الزهور سماديرتي، حدثنا عنها هذا الموسم. موسم غريب، موسم استثنائي، خروج أبطال يعني فرق كانت في النهائيات خرجت من دور تمهيدي، أبطال التعاون، العاصمة، تانجو، احتمال يوم يطلع أو يروح، يعني أربع أو خمس أبطال راح يغادرون. نتمنى نشوف بطل جديد، بس هذه أحداث بطولة الدور كل سنة، كل شيء جديد تشوفونه إن شاء الله. دور الثمانية يوم الخميس والجمعة، تستمتعون معنا بإذن الواحد الأحد مع شبكة الفارس العام بإذن الله تعالى، متواجدين وداعمين لجميع البطولات. وفيصل، شكرا لك، شكرا لتواجدك لدعمك لهذه البطولات. الله يسعدكم، موفقين إن شاء الله، مشكورين. شكرا فيصل. أعزائي المشاهدين، إذن هذه كانت اللقاءات مع أعضاء رابطة هواة المنطقة الشرقية ودعمهم للبطولات الرياضية. أما الآن سنستضيف الأستاذ طلال العبية، رئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة، كونوا معنا.